ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو، يعني لم يجاهد ولم يحدث به نفسه. لأن في هذه الأيام ما في جهاد، كيف نجاهد؟ لكن ينبغي أن يكون في نفسنا إذا فتح الباب للجهاد أن نخرج إلى الجهاد. لكن ينتبه، الجهاد يكون مع الحاكم، الحاكم هو الذي يأمر بالجهاد وقتال الأعداء، أما أمور أخرى نسأل الله تعالى السلامة. أمام الحارة الأمن كذا، يعني لما يحدث الآن في العالم الإسلامي أو في العالم عامة. فالجهاد في الأصل هو أن يأمر الحاكم بالتجهز والنفير العام. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون للجهاد لأنفسهم، إنما يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجهزهم ويبعثهم حتى لا تكون فتن، لا تصبح يعني إراقة الدماء للمسلمين يعني هنا وهنا، نسأل الله تعالى السلام. قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. والأحاديث في بطن الجهاد كثيرة، والآيات في القرآن كثيرة كما معنا. قال: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. أولا الإسلام، كافر يقاتل مع المسلمين لا، والبلوغ لا يجب الجهاد على الصبي، والعقل والحرية والذكورية لا يجب الجهاد على النساء. سيدة عائشة رضي الله عنها سبب معنى الحديث إذا كنتم تذكرون في الحج، قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن الجهاد، نعم أفضل الجهاد جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. إذا الجهاد وهو القتال الأعداء ليس مطلوبا على النساء، وذلك رحمة بهن وليست بقاصا لهن. إذا خرجت تساعد القتلى، تساعد الجرحى، تساعد، فيعني لا حرج. والصحة أن يكون صحيحا البدن، أن يكون قادرا على حمل السلاح وعلى مقارعة الأعداء. والطاقة على القتال، يعني يستطيع أن يقاتل، فلديه قدرة ببدنه وماله. قال: دل على شرط الإسلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالذي خطب بالقتال من المسلمون، يا أيها الذين آمنوا. نعم. والجهاد عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة. دل على شرط القدرة قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يعني هؤلاء الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون ليس عليهم حرج إذا لم يقاتلوا. ودل على شرط البلوغ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. قال سيد عبد الله بن عمر: وهو صغير عمره 14 سنة، فوقف في صفوف المقاتلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض الجند قبل أن يدخل المعركة، رآه صغيرا قال: أخرج، أخرجه. قال: وأنا أبن 14 سنة فلم يجزني، لم يأذن له أن يقاتل، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي فأذن لي. إذا دل على أن الجهاد لا يجب على الصبي، وإنما يجب على البالغ، والصبي كما تكرر معنا ليس من أهل التكليف، وكما قال المعنى ثلاثة تكرر معنا الحديث. ودل على شرط الذكورة قوله عليه الصلاة والسلام كما قلنا: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. والعبد لا يملك نفسه فلا يقاتل، لا يستطيع أن يخرج إلا إذا أذن له سيد. قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين نوعين، أخذنا أسرى، قاتلنا الكفار أخذنا منهم أسرى. ضرب يكون رقيقا بنفس السبب، يعني نوع من هؤلاء الأسرى بمجرد وقوعهم في الأسر يعتبروا ألقاء، وهم الصبيان والنساء، الصبيان والنساء. وضرب لا يرق بنفس السبب وهم الرجال البالغون. وإمام مخير فيه بين 4 أشياء. إذا أخذ المسلمون من الأعداء أسرى، أخذوا أسرى رجالا ونساء وصبيانا وأموالا، وأخذوا أموالا
الأموال غنيمة، الرجال والصبيان، النساء والصبيان بمجرد أخذهم أسرى يكونون عبيدا. الرقاء. بقي الرجال، الرجال ماذا يفعل بهم الإمام؟ مخير بين أحد أحوال الأربعة حسب مصلحة المسلمين، حسب مصلحة المسلمين. المسلمون أقوياء لا يخافون من عدوهم، ويريدون أن يقولوا للعدو نحن لا نخاف منكم، تفضل يلا مع السلامة. أو يأخذ منهم الفداء، يعني إما أن إيش يطلقهم بدون مطالب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أو أن يأخذ منهم فدية مال أو يبادل أسرى كما فعل يوم بدر، أخذ منهم فداء، وكان من الفداء المعلم صبيان المسلمين القراءة والكتابة. وإما أن يسترقهم، يفرض عليهم أيضا الرقيق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أسرى بني المصطلق، ضرب عليهم الرق، لكن جاء قومه بعد ذلك مستشفعين فمن عليهم وأطلقهم. أو أن يقتل هؤلاء الرجال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، يهود بني قريظة، لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد مرات، ولعلكم تذكرون الحادثة. اليهود كانوا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير أجلابهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يريدون قتله، وبنو قينقاع تشفع فيهم عبد الله بن أبي، هذا رئيس المنافقين، لكن مع ذلك أجلاف النبي عليه الصلاة والسلام. بنو قريظة نقضوا العهد مرتين وتمالأوا مع المشركين يوم الخندق، فكانوا يريدون أن ينصروا قريشا ومن جاء معها، لكن الله تعالى هزم قريشا، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. حاصرهم النبي عليه الصلاه والسلام لانهم نقضوا العهد مرتين، الذين ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد فيهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، يعني اقتلهم. فجاء الانصار من بنو الأنصار، تعرفون أنهم الخزرج والأوس. فالخزرج كانوا في الجاهلية محالفين لبني قينقاع، الأوس كانوا محالفين لبني قريظة. فالأوس يعني أرادوا أن يعني يعامل بنو قريظة كما عامل بنو قينقاع، يعني مشابهة، إنه كيف رئيس، لأنه عبد الله بن أبي كان من الخزرج، يعني من الخزرج. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفعنا فيهم، شفعنا فيهم. قال طيب، من تحبون أن يحكم فيهم؟ أتحبون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قال نعم، سعد بن معاذ سيد الأوس. قال نعم. فكان جريحا في المسجد، بعث وراءه ورقي به، قال هؤلاء أرادوا أن يحكموك في هؤلاء، قال حكم نافذ عليكم؟ قال نعم. قال وعلى من هاهنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، حكمك نافذ علي. قال إني أرى أن تقتل رجال قاتلتهم، كل واحد من يحمل السلاح أن تقتله، نعم، وأن تسترق صبيانهم ونساءهم. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، يلا. فحفر لهم الفنادق وقتلهم. إذن بالنسبة للرجال له إيش؟ أن يقتلهم، وله أن يفديهم، وله أن يمن عليهم، وله أن يسترقهم. قال القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال. نعم. قال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. يعني الآن المسلمون مثلا من سوريا أو غيرها أخذوا أسير من اليهود، نعم، فيقتلون هذا الأسير، وعند اليهود 10,000 من الأسرى يقتلونهم، لا، في هذه الحالة يعني تذكرون تسمعون من الأخبار أحيانا، يعني مرة حصل تبادل
بين 200 أسير وجثتين، جثتين من يهود بادلوها ب 200 أسير من الفلسطينيين. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم 10,000 أسير أو أكثر الآن عندهم. المنع يعني أن يقطعهم بدون مقابل، من عليه يعني أعطاه وأكرمه فأطلقهم من غير مقابل. قال: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. أسماء القتال في المعركة، واحد من هؤلاء الكفار أسلم، هل يجوز لنا أن نقتله؟ لا. وأيضا ماله يكون ملكا له، وأولاده الصغار أيضا يكونون أحرارا وتبعا له. من أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. أما مثلا زوجته لا يعني تعتبر أسيرة، أولاده الكبار يعتبرون أسرى إذا أسروا، أما أولاده الصغار فهم تبع له. هذا يعني حق التوزيع على المسلمين كما قلنا يعني أمر يرجع إلى المصلحة. في هذه الأيام هل يفعل ذلك الحاكم؟ يعني الآن مثلا نحن قاتلنا اليهود، أخذنا منهم 10 نساء أسرى، يأتي الحاكم ويوزعهم على قادة الجيش، فهم يقول أن عندهم 700 امرأة أسيرة فيوزعونهم على الجيش، فيعني يفعل الحاكم ما فيه المصلحة، ما فيه المصلحة. مع ملاحظة إذا كنتم تذكرون يعني في هذه الأيام هناك قرارات دولية بمنع الرقيق، وإن كانوا كما كنا في جلسة مضت يسترقون، هم يسترقون لكن قانونا الرقيق ممنوع. طبعا يعني فيما لو وزعهم سبق معنا حديث لا طوبى لحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستقى، تذكر هذا؟ مر معنا الحديث. يعني هذا بالنسبه للأسرى، قلنا لو اشترى مثلا أمتا لا يطأها حتى يستبيها. كذلك إذا أخذنا أسرى من النساء ووزع هؤلاء الأسرى على المسلمين ليس لواحد منهم أن يطأ واحدة منهن إلا بعد أن يستبرئها أسبوعا، إذا كان يستبرئها حيضة إذا كان غير حامل، وأما إذا كانت حامل ليس له أن يطأها حتى تضع حملها. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب. الصبي الذي دون البلوغ يحكم بإسلامه، نعم، لأن الأنفع له الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى، فالأنفع له الإسلام. أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيقا في دار الإسلام. سبق معنا الكلام عن اللقيق الذي يوجد منبوذا، فقلنا يحكم بإسلامه ولو كان الذي التقطه غير مسلم، ولا يبقى في يده غير مسلم. إذا كان في البلدة كلها مسلم واحد يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه، لأن الحديث يقول أن الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم. أو سبيه المسلم، يعني أخذ المسلم، نعم، أخذ هذا الصبي الصغير أخذه أسيرا، فيعني يصبح يحكم بإسلامه. نعم. أو يسلم أحد أبويه، الولد يتبع أشرف أبويه في الدين، الولد يتبع أشرف أبويه في الدين. رجل تزوج بامرأة هو مسلم، تزوج بنصرانية، فالولد يعتبر مسلما. لنفرض أهل الجهل زوجوا المسلمة لواحد نصراني وأتت الولد، طبعا يفرق بينهما، لكن هذا الولد ماذا يعتبر؟ مسلما.
يتبع الولد أشرف أبويه في الدين، وطبعا لا شرف أمام الإسلام. قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبة. يعني في المعركة الآن تختلف الحال، في الغزوات السابقة أيام قتال السيف على الخيل وإلى ذلك، نعم، والمسلمون يجاهدون بالدفاع من عند أنفسهم وليس برواتب، ليس موظفين رواتب الجيش، فتشجيعا لهؤلاء من أجل أن يستفسدوا في المعركة وأن يجدوا أنفسهم في المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني له دليل أنه قتله له سلب. ما هو السلب؟ ما يكون مع هذا المقاتل من لباس وسلاح ومال وفرس، كل هذا يكون لمن قتله، للذي قتله يختص به دون باقي المقاتلين، يعني لا يعتبر من جملة الغنيمة، لا يعتبر من جملة الغنيمة. نعم. من قتل قتيلا أعطي سلبه. نعم. وتقسم الغنيمة. القرآن يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، الذي حضر المعركة، نعم، فيعطى سهما من هذا من هذه الغنيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. نعم. قاتلنا الأعداء أخذنا منهم غنائم. الذي قتل قتيلا له عليه بينة أخذ سلبا، لكن هناك أموال كثيرة أخرى أخذناها، نعم، فتكون هذه الغنيمة. خمسها، خمس هذه الغنيمة، بين القرآن أنه يصرف لمصارف خمسة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأخماس الأربعة الأخرى كانت تعطى للمجاهدين. نحصي ما هي هذه الأموال التي غنمناها من ثياب، من أموال، من خيل، من غنم، من أي شيء، فيقسم على المجاهدين. الذي كان يجاهد على الفرس يعطى ثلاثة أسهم، والذي كان يجاهد على رجليه يعطى سهما واحدا. الذي أقول هذا الكلام الذي يوجد هنا، كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة، فكانوا يجمعون الغنيمة وتأتي نارا فتحرقها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نلاحظ القرآن يعني قال الخمس يصرف في هذه المصارف الخمسة، وسكت عن الأخماس الأربعة، فكان يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغانمين. الآن إذا قاتلنا اليهود مثلا، قاتلنا اليهود أو دولة كافرة قاتلنا، فأخذنا منهم غنائم، دبابات وطيارات ومدافع وأسلحة وذخيرة، هل يعني من المصلحة أن تقسم على الغانمين؟ وهل يمكن تقسيمها على الغانمين؟ غنمنا 10 طائرات، كيف نقسمها؟ غنمنا 100 دبابة مثلا، كيف؟ غنمنا 1000 مدفع، كيف يعني؟ فإذا الحاكم ينظر إيش؟ ما فيه المصلحة، ينظر ما فيه المصلحة، فيعطي هؤلاء المجاهدين يعطيهم مكافآت، يعطيهم مكافآت، هم في الغالب لهم رواتب، وحتى حتى في النظام العسكري، أنا خدمت في العسكرية أربع سنوات ونصف، فقط أربع سنوات ونصف. الخدمة الإنسانية عندنا سنتين ونصف، سنتان ونصف، وكان يوجد احتياط احتفاظا، فبقيت في باستمرار ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوما، ثم دعيت الاحتياط مرات حتى أيام الحرب في 73 حرب رمضان، دعيت الاحتياط، كنت يعني في الجيش في يومها. ف
الجيش له الآن راتب، كل عسكري كل مجند له راتب حسب رتبته. وحين يكون قتال في هناك مكافأة تسمى علاوة ميدان، علاوة ميدان مكافأة يعني زائدة. فيمكن للحاكم يعني أن يزيد في المكافآت لهؤلاء المجاهدين، أما أن يوزع عليهم الآن ما يغنمهم من الكفار، نسأل الله تعالى أن نغنم منهم، نسأل الله تعالى أن نغنم منهم من هؤلاء اليهود، ومن يقاتلنا من الكفار، ومن يقاتلنا من الكفار معنا. أما الحال الذي نقرأه يعني هو المقرر في الفقه، لكن ضعوا في أذهانكم يعني فيما يعني إذا قرأنا هذا الكلام للناس أن نبين ما بينته. تركتم معي ما أكرره عليكم فقه الواقع، لأنه قد يأتيك إنسان يقول لك إيش هذا الفقه؟ تقولون يعني ما يغنم يوزع على الجنود، توزع طائرات على الجنود توزع. قل له يا أخي هذا أمر كانت المصلحة هكذا، كانت المصلحة هكذا. الآن الحاكم المسلم يجب أن يجمع علماء المسلمين ويسألهم ويأخذ رأيهم الشرعي في التصرف بهذه الغنائم. واضح هذا الكلام؟ فتكون هذه الأسلحة وهذه الأمتعة وما إلى ذلك. ممكن أن يكون هناك أموال توزع على الغنائم، يمكن أن يكون هناك مثلا حاجيات سلع ألبسة توزع على الغنائم، لا حرج، لكن سلاح لا، لا يوزع على الغنائم. قال ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. لماذا للفارس ثلاثة أسهم؟ سهم له وسهمان للفرس، لأن يعني الفرس تحتاج إلى علف وتحتاج إلى سائس، يعني إلى مربي، إلى مدرب. الفرس تحتاج إلى مدرب وهي تحتاج إلى علف، فإذا يعطى سهمين للفرس وسهمان له. أما الذي يقاتل على رجلين يعطى سهمان واحدة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يمكن أن يحضر المعركة. قال ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائح: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولا يسهم لا. إذا يعني يمكن أن نتكلم أنه خرج مثلا واحد من العبيد حضر أرض المعركة وساعدنا، نقل الأمتعة، نقل الطعام، خرجت امرأة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تخرج النساء لكن ما كانت تقاتل، ما كانت تقاتل، يسقون الجرحى، يخلون القتلى، نعم، يهيئون الطعام، يحرسون الأموال وما إلى ذلك. طيب هؤلاء بذلوا جهدا، لا نعطيهم شيئا؟ قال لا، يعطون، لكن لا يعطون نصيب المقاتلين، مثل المقاتلين لا يسهم لهم، انما يعطيهم قبل ان يقسم الغنيمه. نعم، يربح. ايش معنى يربح؟ يعني يعطيه شيئا، ربح اعطانا شيئا ليس بالكثير، الربح الشيء الذي ليس بالكثير، فيعطيهم شيئا مقابل جهودهن التي لدنا في ارض المعركه. قال ويقسم الخمس على خمسة أسهم، خمس الغنيمة كما قال القرآن واعلموا أنما غنمتم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، يصرف بعده للمصالح، يعني لمصالح المسلمين. نعم، يعني الخمس الغنيمة يقسم خمسة أقسام، خمس منه للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان في حياته يعني يصرف على نفسه منه ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. بعد وفاته يكون هذا الخمس للحاكم ايضا يصرف منه على نفسه وفي مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. تذكرون عندما تكلمنا عن الزكاه كنا لا تعطى لبني هاشم وبني المطلب. نعم، لأنهم كانوا يعطون خمس الخمس من الغنيمة، خمس الخمس من الغنيمة، لكن قلنا في هذه الأيام لا يعطون ذلك، ولهذا يعني استحسن أن يعطوا من الزكاة. وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، هكذا كما نص القرآن الكريم. طبعا في هذه الأيام يعني حين يغنم المسلمون ينبغي على الحاكم
أن يقدر قيمة الغنائم التي غنمها ويدفع خمس قيمتها لهذه المصارف الخمس التي ذكرت، فالمهاجر والمضطرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ويكسب مال الفيء، ويكسب لأن الحديث يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهو منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، تلك أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم ابن عبد مناف. عبد مناف كان له أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. عثمان وجبير بن مطعم، عثمان من بني نوفل وجبير بن مطعم من بني عبد شمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين وزع الخمس من الغنيمة أعطى بني هاشم وبني المطلب. طيب لنقل بني هاشم هم قبيلتك، بنو المطلب ليس قبيلتك وإنما مثلنا نحن، هم بنو عبد مناف ونحن بنو عبد مناف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا؟ قال: نصروني في الجاهلية وفي الإسلام. تذكرون أن المشركون عملوا ورقة صحيفة علقوها على الكعبة بمقاطعة بني هاشم، ودخل بنو هاشم الشعر وقعدوا وأكلوا حتى الأوراق الشجر. دخل معهم بنو المطلب، دخل معهم بنو المطلب، ناصروهم، كافرهم ومسلمهم، كافرهم ومسلمهم. فإذا كافأهم يعني الإسلام بأن يعطوا هذا الجزء من المال. قال ويكسب مال الفيء على خمس فرق. الفيء يعني مثل الغنيمة، أخذ أموال أخذت من الكفار، لكن الغنيمة أخذت نتيجة القتال، أما الفيء لم يكن قتال. جهز المسلمون الجيوش ليقاتلوا هؤلاء الناس الذين أعلنوا حربهم على المسلمين، فهم لا نقاتل حتى إلا إذا قاتلنا هؤلاء، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني لا نبدأ بالقتال لكن ندعوهم إلى الإسلام، فيأبون أن ندعو إلى الإسلام، طيب اتركونا ندعو غيركم، لا نترككم، يقاتلون نقاتلكم. فقبيلة من القبائل، بلد من البلدان، يعني تجهزوا لحربنا، خير إن شاء الله، تجهزتم لحربنا، خير إن شاء الله. جهز المسلمون أنفسهم وتحركوا، فهؤلاء الأعداء سمعوا بتحرك المسلمين، ماذا فعلوا؟ هربوا، هربوا. وصلنا إلى بلادهم ما وجدنا أحدا، ووجدنا إيش؟ أموالكم. فهذه ماذا تعتبر؟ فيئاً. إذا الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة تكون نتيجة القتال، بينما الفيء يحصل عليه المسلمون من غير القتال، كما حصل في بني النضير، في أموال بني النضير. فبني النضير النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم فطلبوا النزول على حكمه، فأمرهم بالإجلاء، فتركوا بيوتهم وأموالهم، أذن لهم أن يأخذ كل منهم حمل بعير فقط. فلذلك خربوا بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لكن يعني كان أموال كثيرة، فكانت هذه فيئا. واضح الكلام؟ الفرق بين الغنيمة وبين الفيء. الفيء يكسب على خمس فرق: يصرفه، يصرف خمسه على من يصرف عليه خمس الغنيمة، ويعطف أربعة أخماسه للمقابلة في وفي مصالح المسلمين. نعم. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتعطى الزوجة ما
وإن تعددت والبنات حتى ينكحن أو يستغنين بكسب أو غيره والبكور حتى يستقلوا بالكسب أو القدرة على الغزو لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم. إذا الناس عرفوا الصلاة إذا مات المجاهد راحت عائلتهم بعده فسوف لا يشتغل أحد منهم بالجهاد تشجيعا للناس يعني نضمنوا أسرهم من بعدهم. ومن بلغ من الأبناء عاجزا فكمن لم يبلغ ويعطى لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلوا وللزوجة حتى تنكح ترغيبا في العلم. هكذا كان يعني بيت مال المسلمين يعطي طلاب العلم ينفق عليهم وينفق على العلماء كي لا يتباعس الناس أيضا عن طلب العلم. الآن يتكلم عن الجزية. قال وشرائط وجوب الجزية 5 خصال. طبعا الآن أمر يعفى عن المسلمين، يعني المهم أن لا يؤخذ منهم الجزية، أن لا يؤخذ من المسلمين الجزية، يعني على كل حال أمرنا بالله تعالى الكبير وأن تعود الدولة الإسلامية كما كانت. وعلى كل حال الجزية يعني أمر يعتبر من شرع الله تعالى، فقد يكون هناك مصلحة في أن يفرض عليهم شيء آخر إلى غير ذلك. قال الجزية اسم للمال الذي يلتزم أداءه غير المسلمين بعقد مخصوص مقابل حمايتهم وحقن دمائهم وإسكاننا لهم في ديارهم، وسمي الجزية لأنها أجزأت عن القتل أي أغنت وكفت عنه، يعني كان كنا نقاتلهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية كففنا عن قتالهم، هم لم يسلموا نعم ولم يدخلوا في الإسلام، قاتلناهم فقالوا ندفع الجزية نكف عن قتالهم ونحميهم ولا نأخذ منهم زكاة، يعني المسلمون تؤخذ منهم زكاة، غير المسلمين لا يؤخذ منهم ذلك، فتؤخذ منهم الجزية وهي مقدارها قليل كما سيأتي معنا. فتؤخذ الجزية من الخمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية، يعني لا تؤخذ جزية عن الصغير ولا عن المجنون ولا عن العبد ولا عن المرأة، تؤخذ عن المقاتلين فقط، المقاتلين من الكفار. نعم. قال أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماره أن لا يضرب الجزية على النساء والصبيان. نعم. قال وأن يكون من أهل الكتاب. نعم. فتؤخذ منها المجوس أيضا. روي أن عمر رضي الله عنه لم يقل يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، يعني تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ومن المجوس، أما غيره من أهل الأوثان لا تؤخذ منهم الجزية. وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، من هو الذي له شبهة كتاب؟ كالمجوس. قال وهم عبدة النار كما سبق في الحاشية أولى وأقل الجزية دينار في كل حول. أكرر القول بأن هذه أمور يعني قد يرجع فيها للمصلحة، يرجع فيها للاجتهاد، بعض الأحكام كما تعلمون تتغير الأحكام وتغير الأزمان، إذا وجد مصلحة فربما يتغير القول. ويؤخذ من المتوسط ديناران، يعني الآن مثلا غير المسلمين يدفعون ضرائب، بنو تغلب من نصارى بلاد الشام، في شمال سوريا كان في قبائل نصارى تسمى بنو تغلب، هؤلاء قالوا لعمر لا ندفع الجزية، يعني هي إذلال إننا نحن ندفع الجزية، فمنكم تدفعوا؟ قالوا ندفع لكم زكاة كما يدفع المسلمون وندفع لكم ضعف زكاة المسلمين. تبتغوا من الزكاة 2.5% تبعت من 5%. فالأمراء سألوا سيدنا عمر قال خذوها منهم
ما في مانع، كل منهم ضعف الزكاة وهي جزية وليسموها ما سمى الله. وليسموها ما سمى الله. يعني في هذه الأيام إذا كانت الدولة المسلمة تأخذ منهم ضرائب، تأخذ منهم ضرائب، معتبر هذه الضرائب بدل الجزية. يعني إذا قالوا لا بدكم تقولوا جزية حتى يعطوا جزية عن يد وهم صابرون. كلمة وهم صابرون لا يعني أنهم أذلاء، وإنما يعني أنهم ملتزمون لأحكام الإسلام، ملتزمون لأحكام الإسلام. طيب نأخذ منهم الضريبة، هم يسموها ضريبة، نحن نسميها جزية، ما في مشكلة إن شاء الله. قال وأقل جزية دينار في كل حول، دينار، دينار في الحول في السنة الكاملة، ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير. فقيل الحال دينار، متوسط الحال ديناران، الغني الثري أربعة دنانير. هذه أقل من الضرائب بكثير التي تؤخذ منهم في هذه الأيام. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فرضا عن إخلال الجزية. قال عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال، إيش يعني حال؟ يعني بالغ، دينار أو عده من المعافر، ثياب تكون باليمن، نوع من الثياب كانت تسمى المعافر. نعم. ومن الموسر أربعة دنانير. قال ابتداء بعمر رضي الله عنه فقد وضعها على الغني 48 درهما. 48 درهما، والدرهم والدينار صرفه 12 درهما، فإذا 4 دنانير. وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما. قال روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة، بلد من بلاد الشام، على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، إذا كل واحد إيش؟ دينار. وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمين، إذا مر يعني جماعة مسافرون من المسلمين فنزلوا عندهم ضيوفا يجب عليهم أن يوزعوهم. قال ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، عقد يدفعوا إيش؟ وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام، مو والله إيش هم يعني يدفعوا جزية وهم نصارى اليهود يفتحوا خمارات ومراقص، أماكن للخمر وأماكن للرقص وما إلى ذلك، لا، يلتزمون أحكام الإسلام، فليس لهم أن يفرغوا خمرا، ليس لهم أن تخرج امرأة كاسية عارية مائلة مبيلة، فيلتزمون أحكام الإسلام تماما. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنايا. ذكرنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رجم اليهوديين. سألوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اليهود والنصارى كانوا يقيمون الحدود على الضعيف، وأما القوي والشريف والحاكم فلا يجرؤون على إقامة الحد عليه، كما ذكرنا لما سرقت المرأة المغربية قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الشريف تولي عنده شرف، الشريف يعني صاحب المنزل وصاحب المكان، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا، نحن لسنا كذلك، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. انتشر الزنا في بني إسرائيل، في بني إسرائيل، فصاروا يقيمون حد الرجم على الزاني المحصن إذا كان ضعيفا من عامة الناس، وإذا واحد من الأمراء والزعماء وأبناء الأمراء والزعماء لا يقيمون عليه هذا الحد. فاجتمعوا واتفقوا أنه يعني قطعوا حكم واحد، فماذا يفعلون؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، نجلدهم بجلدي ونشحرهم الشحار، الشحار السخان تعرفون هذا ما يسمون، بيطلع من المدافئ السيارات